تعالى وجاره جائع. وجاره، نعم، إن الأمة الإسلامية لا تعرف الحدود السياسية، الحدود الإقليمية جرائم سياسية في الإسلام، ليس بين دول الإسلام جواز مرور ولا تأشيرة دخول أو خروج. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. من بات شبعان وجاره جائع. اسمع معي الى ما قاله البشير النبي: ايما اهل محلة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله. ايما اهل محلة، اهل حي، اهل حي من الاحياء. لماذا؟ لان الاربعين جار، الجيران اربعون، وليس كما كنا نقول سبعة. النبي حددها باربعين جارا، اربعون عن اليمين واربعون عن الشمال واربعون من الامام واربعون من الخلف، واذا كنت في عمارة شاهقة فاربعون من تحتك واربعون من فوق. الاربعون جاء. وابن الامير، ابن الامير يرقص امامه الفارق ويغني له 500 مطرب، والمجاهدون في افغانستان جياع عراة حفاة، والبيوت في سوريا تنتهك حرماتها، والدماء في لبنان تسيل، والدماء بين العراق وايران تنزف، وليس في الامة الاسلامية رجل رشيد يقول لهؤلاء اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ابن الامير، الامير ابن الامير، الامير ابن الامير يظل زفافه اسبوع: يرحم الله فاطمة بنت محمد، يرحم الله فاطمة بنت محمد. كيف كان زفافها؟ كم غرفة دخلت بها؟ كم صالونا؟ كم انتريه؟ كم شفرليه؟ كم عمارة محرم به؟ كم فتيه؟ والله الذي لا اله غيره، دخلت بسرير من جريد، ومع السرير رحى تديرها بيديها لتطحن بها الشعير، ومع الرحى قربة ماء، قربة ماء مش تلاجة وستنجة يركبها الحمار واقفا، لا، ومع هذا وذاك فروة خروف تجلس عليه. هذا هو جهاز بنت رسول الله. وذهبت ذات يوم الى ابيها تطلب منه خادمة تقوم على خدمة البيت، ويعلم الله ان فاطمة ما طلبت من ابيها من يخدمها الا لما عملت بالرحى حتى تغسرت يداها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها وحملت قربة الماء حتى تغسر نحرها. ذهبت الى ابيها، فماذا قال لها ابوها؟ اسمعوا العجب،
اسمعوا الى قائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العصماء، اسمعوا ماذا قال لها. هل امر لها ببناء فيلا انيقة؟ لا. هل ارسل اليها جهازا من الطباخين والطباخات والكانسين والكانسات والمطربين والمطربات وجهازا موسيقيا يرفه عنها آلام الحياة؟ لا. ماذا قال لها؟ اسمعوا ماذا قال لها. قال لها اربع كلمات: فاطمة حملت القربة حتى تأثر نحرها، وكنست البيت حتى اغبر ثوبها، وأدارت الرحى حتى تأثرت يداها. قال لها ابوها: يا فاطمة اتق الله. اتق الله. نعم. اعطيك خادما وانسى فقراء المسلمين؟ يا فاطمة اتق الله واعملي بعمل اهلك وادي فريضة ربك. فاذا اخذت مضجعك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. هذه 100 خير لك من الدنيا وما فيها. فاطمة، فاطمة ريحانة رسول الله الذي قال عنها رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخطي. من ارضى فاطمة فقد ارضاني، ومن اسخطها فقد اسخطني. ومع ذلك تشتهي اكل الرمان ذات يوم فتقول لعلي: نفسي تشتهي الرمان. كانت مريضة واشتهت الرمان، ولم يجد علي في البيت الا درهما، اخذ واشترى به رمانة. وبينما هو عائد اذ طلب منه مسكين ان يعطيه الرمان فنفسه تشتهيها، فماذا يفعل علي؟ ليس في البيت مال يشتري به، وفاطمة مريضة، والمسكين يشتهي الرمان هو الاخر. فاذا بعلي يقسم الرمان نصفين، يعطي المسكين نصها ويعطي فاطمة نصها، فيقول لها: لعلك تسألين اين نصفها الاخر، لقد اعطيتها لمسكين. فتقول له فاطمة: جزاك الله عني خيرا يا علي. ويجلس علي واذا بالباب يطرق، واذا بالطارق سلمان الفارسي، فيخرج علي فيقول له سلمان: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل اليك هذه الهدية 9 رمانات. فقال له علي: لو كانت هذه الهدية من رسول الله لكانت 10 رمانات، لان من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. فاخرج سلمان الرمانة العاشرة وقال: خذها يا علي، فما خبأتها الا لاختبر قوة ايمانك بالله رب العالمين. فاطمة لا تجد رمانة كاملة، والامير ابن الامير: يا امة الاسلام استيقظي. فماذا عن الخبر الذي هنا؟ منتهى المتناقضات في مجتمع المسلمين. نشرت احدى الصحف
الصادرة يوم الاثنين الماضي 13 ابريل 81 خبرا عجيب. هذا الخبر يقول نقاش محتدم بين الدكتور رئيس مجلس الشورى وبين عضو في مجلس الشورى كان وزيرا قبل ذلك. ما موضوع النقاش على اللحوم الفاسدة؟